رياضيا، أمم إفريقيا يوم واحد قبل الديربي المغاربي أسود الأطلس أمام نسور قرطاج. جيريتس في ندوة صحفية عقد اليوم في ليبروفيل أكد جاهزية الأسود، كل الأسماء ستكون حاضرة، والمناخ يضيف جيريتس لن يشكل عائقا. يحترم الخصم الناخب الوطني والعميد خرجة، يعد برد الدين لتونس والجابون. مراسلة من هناك مع موفد القناة الثانية مصطفى طلال وبعثة القناة الثانية إلى الكان. الناخب الوطني سيد إريك جريس أكد خلال هذه الندوة الصحفية على أن جميع العناصر الوطنية في أتم الاستعداد لخوض لقاء الغد أمام المنتخب التونسي، بما في ذلك اللاعب أسامة السعيدي، وأبرز أن هناك تفاهم كبير بين مكونات الفريق الوطني من أجل تمثيل المشرف والذهاب بعيدا في هذه النهائيات. أنا جد مسرور بالعودة القوية لمروان شماخ الذي استرجع كل إمكانيته. بالنسبة للاعبين الآخرين لهم مؤهلات كبيرة لتسجيل الأهداف، وأعتقد أنه إذا كانت عندك إمكانيات محترمة يجب الانتظار بعض الوقت للوصول للشباك. أن تبني هجمات هذا يوضح أن هناك نضج تكتيكي إيجابي. إريك جريس لم يبدي تخوفا بخصوص المناخ هنا بليبروفيل، وأكد على أنه سوف لن يشكل عائقا أمام النخبة المغربية. ليس هناك فرق كبير في المناخ، يجب أن لا نبالغ في ذلك. الطقس في المساء هنا جد ممتاز، ومسألة المناخ لا تطرح أي مشكلة. وفي سؤال لعميد المنتخب المغربي الحسين خرج بخصوص إعادة رد الدين لمنتخبي تونس والجابون، أكد على أن الفرصة مواتية لتحقيق ذلك. تواجد المنتخب التونسي والجابوني في مجموعتنا سيعطينا الفرصة لرد الدين، خاصة الإقصاء المزدوج في كأس إفريقيا وكأس العالم. جريتس خلص إلى ضرورة احترام الخصم واللعب بنهج تكتيكي محكم لتحقيق الفوز في مباراة الغد. إذن غدا في المجموعة الثالثة ديربي مغاربي بامتياز المغرب تونس، المباراة تجرى في الجابون. كيف هي الأجواء في ليبروفيل التي تنظم المونديال الإفريقي مناصفة مع غينيا الاستوائية؟ الأجواء يرصدها مصطفى طلال وبعثة القناة الثانية إلى الجابون. الجمهور الجابوني يستعد لإنجاح هذه الدورة، وقد سخر كل إمكانياته من أجل تحقيق ذلك. لغة اليقين والتأكيد على تحقيق النصر هي السائدة لدى الجمهور الجابوني الذي يعقد أملا كبيرا على منتخب بلاده من أجل الظفر بالكأس الإفريقية، ولا يبالي بقوة المنتخبات الأخرى حتى تلك التي تعتبر رائدة على المستوى الإفريقي وتضم أسماء لها قيمتها ليس إفريقيا فقط بل أوروبيا وعالميا. نحن حظينا بشرف تنظيم سنفوز بالكأس الإفريقية لأول مرة في تاريخ الجابون، ستفوز بالكأس، لدينا اليقين على تحقيق ذلك. نحن مسرورون بتنظيم كأس الأمم الإفريقية الجابون وغينيا الاستوائية، نحن متأكدون كذلك لبلوغ المباراة النهائية. سنعمل كل ما في وسعنا من أجل كسب نقاط المباريات التي سنلعبها أمام النيجر تونس والمغرب. نحن مستعدون لنقطة البداية. النصر ولا شيء غير النصر، تتويج ولا شيء غير تتويج، هذه شعارات يرددها الجمهور الجابوني الذي يمني النفس بنصر أكيد. في مباراة الافتتاح الهدف في المرمى الليبي والمسدد غينيا الاستوائية، وزامبيا تخلق المفاجأة بانتصارها على السنغال هدفان مقابل هدف وحيد. مع مهدي صواب نتابع تفاصيل مباراة الافتتاح. شريط المنافسة قص من قبل غينيا الاستوائية كمنتخب يطرق باب النهائيات لأول مرة، وليبيا التي تدخل المنافسة للمرة الثالثة لكن بألوان ما بعد الثورة. أول فرصة حقيقية في الشوط الأول حملت هدفا لغينيا الاستوائية في الدقيقة 15، لكن حكم الشرط كان له رأي آخر بسبب تواجد المهاجم الغيني في وضعية تسلل. الجهة اليمنى لليبيين شكلت منطلقا لهجومات المحليين الذين أتيحت لهم محاولتين سانحتين، الأولى في الدقيقة 22 والثانية في الدقيقة 32.
لكن البياض ظل سائدا في شوط أول لم يقدم خلاله الليبيون قناعات هجومية وتكتيكية واضحة. في الشوط الثاني ورغم تحسن المردود الفني للمنتخب الليبي إلا أن الضربة القاضية جاءت بقدم رافيير بالبوا لمصلحة غينيا الاستوائية قبل النهاية بدقيقتين. هدف منح به لاعب بيرامارا البرتغالي أول ثلاث نقاط في تاريخ الغينيين. ليبيا ستواجه منتخب السنغال الأربعاء المقبل في الجولة الثانية، فيما غينيا الاستوائية ستلاقي زامبيا. وفي برنامج ثاني أيام الكان، السودان أمام الكوتيفوار في الرابعة زوالا، وفي السابعة مساء أنغولا تنازل بوركينا فاسو عن المجموعة. جيبها من الشبكة،